مع حضراتكم لقاء مع أسرة أمين الشرطة. عرفينا بيكي. أنا روان السيد، بنت الشهيد سيد أحمد سيد شوقي، ضحية حادث أحمد فتوح. لما يعني انتوا لما سمعتوا بالخبر كان شعوركم ايه؟ او انتوا تلقيتوا الخبر ازاي؟ طبعا احنا يعني كنا حرفيا في صدمة، ما كناش متوقعين ان ده اللي هيحصل. الحمد لله يعني. الحمد لله على كل شيء. انتي لسه بتدرسي في الثانوية؟ انا داخلة تالتة ثانوي علم الأمور رياضة. الدنيا صعبة معاكي؟ اي والله يعني عاش الحمد لله. كلمينا عن بابا شوية. بابا كان شخص كويس جدا وكان حنين، وكان بصي يعني كان شخص مثالي بجد. يعني اي حد يتمنى ان ده يكون والده او والد كده، بس بابا كان شخص كويس جدا وكان بيتمنى الخير لكل الناس، وكان عمره ما اتمنى لحد الشر ابدا. شفتيه آخر مرة امتى؟ قبل وقوع الحادثة ب10 ايام، هو كان المفروض اصلا من وقوع الحادثة، كان المفروض بعد وقوع الحادثة كان المفروض ب10 ايام كان المفروض ينزل اجازه. بس شفتيه قبل 10 ايام؟ كان في شغل هو؟ لا، هو طبعا بيبقى 20 يوم هناك في الشغل و10 ايام هنا بيقضيهم معانا يعني وكده. كان بيتعامل معاكم ازاي بقى؟ بابا كان متعلق بينا جدا جدا جدا، وكان دايما بيحاول ان هو يعني يبسطنا. هو كان في العادة يعني ان هو بيبسطنا، بس يعني كان حاسس ان هو كان فعلا بيودعنا. مثلا يعني بابا لما مشى يعني عشان يروح الشغل وكده، عشان خلص ال10 ايام بتوعه هنا، انا واختي كنا نايمين، فوقف على قدام امام باب الغرفه وفضل يبص كده، ويعني والدتي كانت واقفه جنبه فبتقول له يعني واقف ليه يعني وكده، وباصص للاولاد يعني وكده. بس راح قال لها عادي، وماما شافت دمعه في عينيه. ف هو كل مرة بيودعك كده ولا هو دي كده؟ هو كالعادة بيودعنا، بس المرة دي ماما يعني حسيت برضو في حاجة برضو يعني. أول يعني أو وقف قدام باب الغرفة وفضل يبص يعني وكده، و يعني دمع وكده. فماما بتقوله مالك يعني وفي ايه، فقال لها عادي يعني مفيش أي حاجة. بس عرفنا بيكي. أنا اسمي جودة السيد، بنت الشهيد السيد أحمد السيد شوقي. انتي في سنة كام؟ أولى ثانوي. عاملة ايه في دراستك؟ يعني مش حلمت. عرفتي منين الخبر ده على طول؟ عرفته من خالته. يعني كان بيقول لك ايه دايما؟ كان صاحب يقول لك ايه؟ هو كده بينصحنا اعملوا الخير ودايما هتلاقوه. كان دايما يقول لي افضلي كده جهدي وفي الاخر هتلاقي نتيجة كويسة. يعني دايما كان بيقول لي اتعبي وربنا بيقدر كل التعب ده يعني. بس كان دايما بيقول لي اجتهدي واعملي وبكرة هتلاقي ربنا بيكافئك. بس وكان دايما بيقول لي ابسطي الناس حتى لو بحاجة صغيرة. كان دايما بيقول لي اتمني ان الناس للخير، الدنيا دي صغيرة. بس وكان دايما برضو بينصحنا بحاجات كتير جدا. برضو نفسكم في ايه؟
انا نفسي حق بابا يرجع، عشان بجد احنا لما عرفنا الحادثة وكده كانت صدمة. انا اصلا كده كده انا لما عرفت وقوع الحادثة بتاعت والدي انا اصلا كنت في درس. انا شفت رياكشن والدتي، كانت انا يعني والدتي يعني وكده كانت بتقولي هاتي الموبايل، وشفتها بتعيط. فانا توترت يعني هو في ايه. بس فحرفيا انا قاعدة طول الحصة برضو مش فاهمة برضو ماما بتعيط ليه، يعني ايه السبب. بس والله العظيم حرفيا انا اول ما شفت رياكشن والدتي والله العظيم انا قلبي نبض، قلبي اتقبض حرفيا. حسيت برضو يعني انا جه في بالي والدي، بس عمال اقنع نفسي ان هو لا، يعني هو استحالة هيسيبنا في الوقت ده، يعني احنا محتاجينه، لان هو كان دايما عايز يشوفنا احسن حاجة، وكان دايما بيقول لنا هدخلكوا كليات نفسكوا فيها، وكان دايما بيقول لنا هشوفكوا احسن عرايس. بس فانا كنت طول الحصة عمالة اقنع نفسي ان هو مش والدي. يعني هي ماما ما قالتليش طبعا ان انا في درس وكده، بس انا حسيت برضه، حسيت قلبي وجعني، حسيت ان هو والدي. بس انا عمال اقنع لا هو بخير وبصحة وكويس. بس لما روح يعني لما روحت البيت عرفت بقى ساعتها ان والدي توفى الله. شفتي بس شفتي هناك هو انا بالفعل ما سافرتش، بس انا عندي والدتي وعمامي يرجع، عشان بجد احنا لما عرفنا الحادثة وكده كانت صدمة. انا اصلا كده كده انا لما عرفت وقوع الحادثة بتاعت والدي انا اصلا كنت في درس. انا شفت رياكشن والدتي، كانت انا يعني والدتي يعني وكده كانت بتقولي هاتي الموبايل، وشفتها بتعيط. فانا توترت يعني هو في ايه. بس فحرفيا انا قاعدة طول الحصة برضو مش فاهمة برضو ماما بتعيط ليه، يعني ايه السبب. بس والله العظيم حرفيا انا اول ما شفت رياكشن والدتي والله العظيم انا قلبي نبض، قلبي اتقبض حرفيا. حسيت برضو يعني انا جه في بالي والدي، بس عمال اقنع نفسي ان هو لا، يعني هو استحالة هيسيبنا في الوقت ده، يعني احنا محتاجينه، لان هو كان دايما عايز يشوفنا احسن حاجة، وكان دايما بيقول لنا هدخلكوا كليات نفسكوا فيها، وكان دايما بيقول لنا هشوفكوا احسن عرايس. بس فانا كنت طول الحصة عمالة اقنع نفسي ان هو مش والدي. يعني هي ماما ما قالتليش طبعا ان انا في درس وكده، بس انا حسيت برضه، حسيت قلبي وجعني، حسيت ان هو والدي. بس انا عمال اقنع لا هو بخير وبصحة وكويس. بس لما روح يعني لما روحت البيت عرفت بقى ساعتها ان والدي توفى الله. شفتي بس شفتي هناك هو انا بالفعل ما سافرتش، بس انا عندي والدتي وعمامي وخالي راحوا شافوه. بس يعني هم راحوا شافوه، و يعني انا بقى شفته بقى يوم الجنازة ساعتها. يعني انا كان نفسي ان انا اسافر، بس والدتي فضلت تقول لي ما ينفعش تشوفي بالمنظر ده، لان انا فعلا انا لو كنت شفته بالمنظر ده ما كنتش هعرف اقف على رجلي تاني. فانا والله انا مش عايزة اي حاجة خالص نهائيا، انا عايزة حق بابا. بابا كان واقف في شغله بيقدم واجبه، ما كان يعني اتوفى بسبب واحد مستهتر كان شارب. والنتيجة اللي ترتبت على كده يعني المفروض برضو في سرعة قانونية المفروض يعني يمشي بيها، لا تجاوز بالفعل السرعة وكان شارب. ف